أربن ديكاي إيش نزلوا؟ نزلوا 3 باليتات حجم ميني تصلح للسفر، البنات اللي ما يحبون حوسة ميك اب، اللي عندهم شنط ميك اب ميك اب يومي تحب تحطها بشنطة صغيرة مرة بينفعون لكم، لأن أصلا الألوان دقيقة أفتحها، الألوان اللي فيها واو، الألوان مرة جميلة، في الجليتر، في الشمر، في المات، في الألوان حقت الألوان التقالية، يعني يمديكم تسوون أكثر من 5 لوكات يمكن. عن كل باليت في ألوان مختلفة، أوكي جني، في ألوان مختلفة، مثلا هذا يركز أكثر شيء على بنفسجي، على اللون الأزرق، على الألوان البينكش، فأنتو ذوقكم. حلو ان اسعارهم 150 ريال بس، فيعتبر مره مناسب انكم تاخذون باليت بهالحجم، شايفين مره صغير وفي كل الالوان اللي تحتاجونها. ليش كل الالوان؟ زي ما قلت لكم، لو شايفين هنا في الالوان حقت الانتقاليه، في الالوان اللي بدكم تغمقون فيها، في اكثر من لون جليتر يمديكم تسوون فيه لوك، تبون سموكي لوك، تبون ناتشرال لوك، يمديكم تسوون اكثر من شيء، فمره حلو ان تاخذون كل هذا ب 150 ريال. عاد اربن ديكاي مره مره مبدعين بالميك اب، خصوصا الاي شادو مره فنانين فيه، فصراحه مره 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 حبيت فكرتهم لهذه البلتات.